حسنية قدير يستضيف الدفاع الحسني الجديد، مباراة عن الدورة الخامسة من البطولة الوطنية. تعثر أبناء سوس بعد 3 انتصارات، هذه فرصتهم لتصحيح الأوضاع، لكن الخصم الدكالي في موقف لا يحسد عليه، لا يزال يبحث عن باكورة انتصاراته. الحسنية الدفاع الحسني الجديد مباشرة من الملعب الكبير بأكادير يوم الأحد ابتداء من الساعة 4 عصرا على قناتكم دوزير.